دكتور ايمن اتفضل استريح. انا بس كان يهمني يا دكتور ايمن واحنا بنتكلم على التطور المهم اللي اتعمل خلال الثمان سنين اللي فاتوا من 2014 للنهارده، نقول حجم الاستثمار في التعليم اللي انتوا عملتوه، سواء كان احنا اللي عملناه كدوله حكومه يعني، او اللي عمله القطاع الخاص، او حتى الجامعات الخاصه الدوليه، قيمته كام؟ قيمته. وانا لما بقصد اقول الرقم ده عشان احنا بنقول ان في ظل كتير من التحديات اللي قابلت الدوله المصريه خلال الفتره ديت، احنا كنا بنجابه ارهاب وتطرف وعمليه صعبه جدا جدا لتحقيق الاستقرار، لكن بالرغم من ده، وده امر مهم ان احنا بنقوله واحنا بنعمله، واحنا بنعمل المجابهه ديت لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الدوله المصريه، كان نصيب التعليم، او مش نصيب التعليم، نصيب قطاعات الدوله المختلفه في التنميه والانفاق الاستثماري والانفاق من اجل الوصول للرقم اللي انت قلت عليه. احنا كنا بنتكلم تقريبا ضعفت او تم مضاعفه الرقم، سواء احنا اللي عملناه كحكومه او اللي عمله القطاع الخاص. ما احنا في النهايه حاجه واحده، كان مهم قوي ان انا اقول ايه، اقول للناس في مصر، واحنا وانت بتعلن ده تقول ان حجم الانفاق ده اللي تم خلال الثمان سنوات في بناء البنيه الاساسيه التعليميه ديت كلفتنا كام، ثم واحنا رايحين ل 2032 انت هتبقى محتاج كام في هذا الموضوع ارض، عشان انا عارف ان انتوا بتنسقوا الكلام دوت مع الحكومه وفي خطه، انا عارف ده، بس احنا دلوقتي بنتكلم وبنعلن للناس، واحنا يعني ارتقينا دائما ان احنا نخلي دايما الراي العام والناس معانا دكتور مصطفى منتبهه للي احنا بنعمله، ما بنشتغلش بمعزل عنهم عشان يبقى هم مدركين حجم وقيمه الجهد اللي بيتعمل وقيمه التكلفه بتاعته. في انا ده قطاع التعليم، لكن في قطاع تاني هنتكلم فيه بعد كده وقطاعات اخرى في الدوله. فمهم قوي ان الناس تعرف ان رغم كل التحديات اللي قابلتنا خلال الفتره ديت، وكان كتير من الناس تفكر ان، وانا قلت الكلام ده قبل كده كتير، ان كان ممكن اول نقول ايه، طب خلونا الاول ننهي الازمه اللي احنا موجودين فيها ديت ونتغلب عليه ونحقق استقرار حقيقي امنيا، ثم بعد كده نبدا خطه بناء كامله في كل القطاعات اللي احنا بنستهدفها. وده كان مسار ومحدش كان ممكن ابدا يعني ينتقده بشكل، لكن كان هيضيع الفرصه على مصر، كان هيضيع علينا فرصه مده زمنيه معتبره نقدر نبني فيها قطاعات الدوله المختلفه عشان تبقى جاهزة للانطلاق للمستقبل. أنا لما سألت السؤال ده كان الهدف منه فقط نعرف الرقم عندكم والرقم متنسق مع الحكومة وكده، لكن أنا كنت قصدت دايما وإحنا بنتكلم هنا، وبدام إن إحنا بنتكلم في أمام المصريين، إحنا قالينا على نفسنا برضو إن إحنا دايما نخلي في شراكة حقيقية بيننا وبين المواطن. من خلال إيه؟ من خلال إعلان وإظهار الحقائق المختلفة، لأن هو شريك معاه ولازم يعرف إيه اللي بيتعمل وبيتعمل إزاي وتكلفته قد إيه، واللي هيتعمل إزاي وتكلفته قد إيه. دي نقطة أنا بس حبيت إن أنا عايز أنا في